FM. الكل مليك. بطبيعة الحال الضرب عمره ما كان شهوة وعمره ما كان نخذ القرار وإحنا مرتاحين. يعني ثم مرارة في كل حاجة تعملها اللي تنجم تكون فيها انعكاسات سلبية بصورة مباشرة وغير مباشرة على الوضع في البلاد. نحن نسموه ديما أكل أبغض الحلال، نضطر إليه اضطرار، حتى القوانين وكلها تعطي برشا فرص باش ما نوصلوش للإضراب، منها الحوار، منها المصالحة إلى غير ذلك. دونك اليوم كي ما تعملش الإضراب أكيد سولاجمون للناس كل، التوانسة كل وللنقابين قبل وللشغالين، وخاصة إذا تقترن بالنتائج نتاعو، إنه النتائج ما كانش إلغاء الإضراب هكاكا عبثي وما كانش من غير نتائج محسوسة اللي ترضي نوعا ما، وإن كان فيها شوية ألم وإن كان فيها تنازلات وإن كان فيها مزيد من العبء على الشغالين. هذا دونك مشينا في حوار. أنا مانيش باش نتحدث على تفاصيل الاتفاق خاطر مكتوب وموجود ومنشور، مش هذا المهم. المهم هو أنه كاب اف ام الكلمة ليك.